السلام عليكم خياتي، كيف راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحليه، تحليه رائعه من اروع ما يكون. اليوم ان شاء الله باذن الله نعرف بلي رانا في غادي ندخلوا على شهر الفضيل، ويبقى لنا كميه كبيره من الفلون. كاين بعض الاطفال ما يبغوش ياكلوهم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم اعاده تدوير في هذه الوصفه، طريقه سهله وبسيطه والنتيجه تجي من اروع ما يكون. في هذه الوصفه شنحتاجو؟ عندي نصف لتر تاع حليب، زدت معاها زوج مغار كبار تاع نشا، زدت معها ربع مغارف كبار تاع اي نوع تاع فلون تبغوه. انا درته بذوق الفراوله، وانتم الفلون اللي تبغوه ديروا به ديروا. نخلطوا جميع المقادير جيدا ونحطوهم فوق النار حتى يغلى لنا الخليط مليح جيدا ويتقادنا ونتحصلوا على فلون. هنايا هذه الكيفيه تقدوا تخدموها بالفلون اللي يبقى لكم، ديروا لها اعاده تدوير. هنا الفلون تاعي بعد ما تقال لي جيدا نحطوه في اناء ولا في زلافه ولا، ونخلوه يبرد تماما على جهه مده ساعتين حتى 3 سوايع. هذاك الوقت اللي يبرد فينا يبرد فيه الفلون، نروحوا نطلعوا كميه من كريم شانتي. هنا نحتاجوا كاس تاع كريم شانتي، نحتاجوا معاه نصف كاس تاع ماء بارد. على درنا كيله تاع كريم شانتي مع نص كيله تاع ماء، هكا باش الكريم شانتي تاعنا تجينا ثقيله بزاف، باش كي نخلطوها مع الفلون، كما تعرفوا الفلون فيه حليب سما يجي خفيف، كي نخلطوها مع الفلون تجينا متماسكه. نخلطوا جيدا كريم شانتي تاعنا جيدا. هنا هذه هاكا ديري هاك وهاك الافراد العائله تاعك ويحسبوك باللي انك درتي لهم وصفه كاع اخرى، وهي غير الفلون تاعكم اللي بقى لكم ديري به وصفه. هنايا ثاني الفلون تاعي بعد ما برد تماما كي راكم تلاحظوا، وكريم شانتي تاعي طلعت جيده ثاني كانت بارده. نخلطوا هذاك الفلون مع الكريم شانتي جيدا بالباتور حتى يندمجوا جيدا المقادير مع بعض. قلت لكم درت لكم بذوق الفراوله، نتوما الذوق اللي تبغوه ديروه. تانيك بذوق الشوكولا تانيك يجيكم شباب، معنا غادي نديروه مع الفريز وكاع يجيكم تانيك بذوق الشوكولا يجيكم تانيك شباب. هنا بعد ما خلطنا جميع المقادير جيدا وندمجت الفلون مع كريم شانتي نخلوها على جهه، وهذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه، يكون ثقيل وشاد روحه كيما كنت لاحظتوا. نخلوه على جهه ونجيبوا الطريقه تاع التقديم اللي غادي نقدموا بها التحليه. هنا جيبوا اي نوع تاع الساق اللي عندكم، عندك ساق تاع قلب نتوما اللي عندكم، نجيبوا هذو لي بودوار. نحاولوا ان نقطعوه نديرهم قطع متساويه كيما تلاحظوا، قطع متساويه ونقسموا النصف التحتاني باش نقدروا نوقفوا الحبه. نحتاجو كمية من قهوة سريعة الذوبان أو قهوة تكوني طيبتها عادي تخدمي بها. نغطسو هادوك لي بودواغ في القهوة، كيما تقدرو ديروها في السيرو نتوما لكم الإختيار. أنا كيما لاحظتو أنا من عشاق القهوة مع الفراولة، تجيب لينا بزاف. نتوما إلا كان باغي ديرو السيرو ديرو السيرو. هنا بعد ما غطسنا الكمية اللي نحتاجوها كامل في القهوة ونستفوها بهذه الطريقة، نتوما لما عندكمش هذا البودواغ تقدروا تستغنوا عليه وديروا اي نوع تاع بسكويت. كما تلاحظوا بعد ما استفت كامل الكمية نجيبوا هذه الكمية تاع الفلوت تاعي كما تلاحظوا ونحطوها كطبقة اولى بعد ما كنا درنا طبقة تحتانية تاع بسكويت. نفرشوا الكمية تاع هذاك الخليط تاع الفلو كريم شانتي بهذه الطريقة، نوزعوها كامل على الساق تاعنا بهذه الطريقة، نسوي السطح تاعها جيدا ونضيف لها كمية من الفريز اللي كنا مقطعينها قطع صغيرة ونحطوها في الوسط. هنا اي فاكهه عندك تقدري تخدمي بها، كيما تقدري ديري تانيك طبقه تاع بسكويت اخرى لك الاختيار. انا بعد ما وزعت كامل الكميه تاع الفراوله بهذه الطريقه، دوك نعاود نضع كميه ثانيه من الخليط تاع الفلون وكريم شانتي بهذه الطريقه.
هذه التحلية صدقوني تجي روعة روعة روعة، وتجي منعشة وتجي شابة بزاف. تقدر ديريها لوليداتك هذو الأيام كما تعرفوا بلي راه وقت الفراولة. نستغل، لازم علينا نستغلوا هذا الموسم. كما تقدر ديريها شهر سهرة رمضان، تانيك مر الفطور إن شاء الله، تانيك تجي بنينة إن شاء الله. يا ربي بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا بعد ما سويت السطح تاعها كامل بهذه الطريقه، دوك للتزيين يقعد لكم اختياري. نجيب ثاني كميه من الفراوله ونستفوها بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على شكل يكون راقي ويكون شباب. كما نعرفوا العين تاكل قبل من الفم. انا كمل بهذه الطريقه ونزينها بهذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه. طريقه سهله وبسيطه وقادره اي وحده ديرها. الحاجة المليحة فيها أننا نتمشوا لا للتبذير، حاجة اللي تبغى اللي تبقى لنا نديروها إعادة تدوير ونقدموها لوليداتنا. نحاول أن دوك غادي نقسم لكم الشكل، نقسمها لك في الوسط باش تشوفوا الشكل تاعها كي جا داير. هنايا كل ما تكون بردت وتشد روحها كل ما تعطيك نتيجة أحسن وأحسن. هنا شوية تقلقت عليها غير باش نقسمها لكم ونوريها لكم. كما تقدروها في اكواب فرضيه تاني كتاني كتجيكم شابه. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله عجبتكم. نتمنى ان شاء الله ما تبخلونيش باللايكات تاعكم ولي كومونتير تاعكم الحلوين. دوك معايا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله.